بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا خير معبود، أمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. يقول ربي مخاطبا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ انظروا لهم، حشد فاسد لا قيمة له. تزكي نفسك، أنت مريض وتزكي نفسك، نهاية في الحمق ونهاية في الغطرسة والأروغونس، كبرياء والتعاظم والمكبر. ما تحبش ترالي فما رأي آخر غير الرأي اللي أنت عامله لنفسك، تزكي بنفسك وأنت خامج نهاية في الخماج. وبعد تحبوا تونس تولي بخير، تتم خربتوها. والوطنية اليوم ولات عند الناس منا كلمة سهلة، أنا وطني، رينا بورقيبة الوطني ورينا بن علي وخماج ومخماج من آزرهم وسرقوا البلاد مع بعضهم، نهبوا البلاد وخربوها بالوطنية. حتى ولات الشباب والصغار يوصلوهم لتحية العلم، يراه الإتقاد يقع توه من التمثيل في تحية العلم، يناقض ما هو في الوطن. يعني الناس يحرصوا، الكلاب هذوما يحرصوا على باش يدرقوا إجرامه بحق الوطن بمظاهر نتاع إجلال للراية نتاع الوطن أي العلم. فالناس ولات في كما تقول أنت سكيزوفرينيا، ولا عندهم كما تقول أنت انحلال وتشظي شخصية. هذا التونس باش يعاني، لكن مش الكل، الموحدين دائما وحدة على مستوى الفرد والجماعات والأمة التونسية. لكن احذروا يا كلاب الذين تسخرون أموالكم وأفكاركم وجماعاتكم وبرامجكم للتزكية التي لا حق لكم فيها ولا حق لمن تزكونه كذلك. يعني فرد ده وقاد أختها، نسأل الله ألا نلقى مصيركم فرد وقد تختال في عذاب الدنيا في آخر عمركم، وبعد تدخلوا الحفر من النار، وبعد تركنوا لك أكد عملية ذيك مش في صالحكم، عذاب. وسترون اللي شنقة مع جماعة ما يشخلع. نعود إن شاء الله تعالى.